أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفع إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وده بعد ما تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد. ومحمد الشناوي قائد الأهلي بدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بخلع في الكتف بعد ما خضع لعملية منظار في ألمانيا خلال الأيام الماضية، وبدأ في تحديد البرنامج العلاجي الخاص به والمحدد من قبل الخبير الألماني اللي أجرى له عملية تثبيت الكتف. وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة 3 أشهر هيخضع خلالهم لبرنامج تأهيلي، هيكون جاهز للمشاركة بعدها في التدريبات الجماعية في مباريات فريق. الحساب الرسمي للنادي المصري أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضم صلاح محسن لاعب الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكتب حساب المصري تغريدة جديدة أنه بيضم للنسور الخضر النادي المصري. حصل كمان على توقيع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي لمدة 5 مواسم خلال الميركاتو الشتوي الجاري. مسؤولو نادي الداخلية أكدوا إجراءات التعاقد مع زياد طارق لاعب إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري. رابطة لاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع 35 على التوالي ورقم 193 في تاريخه بعد تتويجه مؤخرا ببطولة JP Morgan اللي أقيمت بأمريكا. بالنسبة للنساء، رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي الأخير للاعبات السكواش في شهر يناير الجاري، ووصلت نور الشربيني لاعبة سبورتينج هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع 22 على التوالي وال 232 في تاريخها، وده بعد تتويجها مؤخرا ببطولة JP Morgan للسكواش. ومنتخب الرأس الأخضر فاز على موريتانيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم بالعاصمة أبيجان ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا في كوت ديفوار، وتستمر حتى يوم 11 فبراير القادم. وبالنتيجة دي اتأهل الرأس الأخضر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية. كمان فاز منتخب كوت ديفوار على حساب نظيره السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا وبتستمر حتى 11 فبراير القادم. وبالنتيجة دي ودع منتخب السنغال حامل لقب البطولة في النسخة الماضية البطولة الحالية من دور ال 16، وتأهل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والضيافة للدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخب قطر فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس آسيا والمقامة حاليا، وبيتأهل منتخب قطر للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا. كمان منتخب الأردن حقق فوز مهم على منتخب العراق بنتيجة 3-2 في المواجهة اللي جمعت المنتخبين في قمة منافسة دور ال 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 والمقامة حاليا في قطر، ليتأهل منتخب الأردن إلى دور ربع النهائي من البطولة. وبكده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة أخرى لبسنت والشاذلي واستكمال فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.